بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت يا ربي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله يا شباب في الحلقة ما قبل الأخيرة من هذا الشابتر، شابتر التعريف اللي هو الكونسبت، ونبغى نتكلم شوية عن البريشر اللي هو الضغط، وندخل شوية تفاصيل أكثر مما تعرضتم له في الفيزيكس وأيضا في الثانوية. وخلاص أنتوا الآن إنجينيرينج، وبالتالي نبغى نتكلم عن ماذا يسمى البريشر في حالة الموائع أو الفلويدز اللي تنقسم إلى قسمين، ليكويدز سوائل وغازز اللي هو الغازات، وعندنا هنا السوليدز. طبعا نعرف احنا من ايام الثانوي ان تعريف البريشر هو ايش، الفورس على الاريا اللي تأثر عليها الفورس. لما نكون في حالة الفلويدز اذا في فورس تأثر على الاريا، اذا الليكويد او الغاز يأثر على الكونتينر او الوعاء اللي هو موجود فيه، نستخدم مصطلح البريشر. اوكي، اما اذا انا عندي مثلا سوليد ويأثر على ارض معينة، فالوحدة هي والتعريف هو، لكن لا نسميه هنا ايش، ستريس اجهاد، بينما هنا نسميه ايش، ضغط. فهذه اول كونسبت حبيت يعني اتكلم معكم فيها. من الاشياء اللي ايضا بتتعرضون لها انه إذا كان عندنا الكونتينر هذا اللي موجود جواه الغاز، والغاز أو الليكويد في حالة ما يسمى بميكانيكال إكوليبريم، توازن ميكانيكي، يعني البرشر في جميع الأنحاء متساوي in all of the container، فالبرشر اللي على هذه النقطة متساوي في جميع الاتجاهات، متساوي في جميع الاتجاهات. لكن إذا رحتوا بعدين إن شاء الله الفصل اللي يجي على ميكانيكا المواعي، لما يصير في حركة ويبدأ يتحرك السائل، ليس بالضرورة البريشر يصير متساوي، يبغالك تكون منتبه فيه. لكن إحنا الآن في الثيرمودينامكس عندنا الفرضية أو إحدى الفرضيات بتشوفونها إن شاء الله تعالى في الشابتر أو الفصول القادمة، أنه نفترض أن هناك توازن حراري وميكانيكي وإلى آخره أثناء تحديد الستيت أو الحالة الخاصة بالفلويد أو الغاز، فالبريشر بيكون في جميع الجهات متساوي. من أشهر التعاريف الرياضية للبريشر الآن بما أنكم أصبحتوا في الانجينيرينج، يقولون أن البريشر يساوي الليمت، اوكي، حق الفورس العموديه على الاريا الصغيره، انفينيتيزمال اريا، از دلتا اي تؤول مش للصفر، الى اصغر اريا ممكن ان نحصل عليها، وما زلنا نحتفظ بمفهوم الكونتينيوم اللي هو مشروع في بدايه الشابتر هذا معايا. فأنت الآن إذا تبغى البريشر هنا فأنت تتكلم عن إيش، عن الفورس النورمال، أوكي، ومقسومة على الأريا الصغيرة التي تؤثر عليها. يعني تقريبا هذه يعني الأشياء الأساسية اللي ممكن نعطيكم إياها. ندخل كمان نتكلم عن حاجة ثانية اللي هو اليونتس، اليونتس الخاصة بالبريشر. بالنسبة لليونتس، الفورس بنيوتن والأريا بمتر تربيع، وبالتالي فإنه مصطلح على تسمية الوحدة هذه بأنها الباسكال، هذا باسكال، يعني أقدر أقول لك أنه واحد باسكال حيساوي واحد نيوتن لكل متر تربيع. تمام، هذه مهمة جدا. الآن تعرفت على وحدة الباسكال.
في وحدة دائما نحصلها في الصناعة يا شباب معانا، أبغاكم تكونوا منتبهين لها، ألا وهي البار. أوكي، البار حيساوي 100,000 باسكال، اللي هو 10^5 باسكال، 100,000 باسكال. هذه أنا بالمناسبة أقدر أكتبها بطريقتين، أقدر أكتبها 100 مضروبة في 1000 باسكال، صح ولا لا؟ وأقدر أسويها أكتبها 0.1 في 10^6 باسكال. إيش هدفي؟ هدفي كالحاجة كالتالي. الألف عبارة بكيلو، صح ولا لا؟ فيصبح 100 كيلو باسكال معايا. والتن تو ذا باور 6 هنا إذا تبغى هذه يسمها ميجا، فيصبح يساوي 0.1 ميجا باسكال. فانتبه في الصناعة لما تشتغل بعض المسائل يديك في البار، إذا اداك في البار اضرب في 100 شايف كيف تتحول إلى كيلو باسكال على طول مباشرة. قال لك 1 بار اكتب اضرب في 100 تصير 100 كيلو باسكال، تبغاها بالميجا باسكال اقسم بالعشرة. تمام. طيب ايضا في وحدة برضو ثانية خلني اعطيكم اياها الان، اللي هي الاتموسفير. الاتموسفير الواحد اتموسفير، واحد ضغط جوي، بيساوي، شوف الفرق الان، بيساوي 101.325 باسكال، شفت؟ يعني شويه زياده عن البار معايا. يعني اقدر ان اكتب هذا 1.01325 في 10^5 باسكال. اوكي، فهذا هو الواحد ضغط جوي يساوي 101.325 باسكال او 1.01325 في 10^5 باسكال. هذا الآن نكون خلصنا أيضا الشيء الخاص باليونتس. الآن نتكلم عن مصطلحات البريشرز أو أنواع البريشر. أوكي، في عندنا نوع نسميه الأبسوليوت بريشر، أوكي، الضغط المطلق، وفي عندنا ما يسمى بالجيج بريشر. الجيج بريشر هذا هو التي تقيسه أدوات القياس، اللي مثلا عند البنشري ولا عند الميكانيكي، البريشر اللي تقراه بواسطة هذا الجهاز هو الجيج بريشر. إيش هو الجيج بريشر دكتور؟ نوردي كلام. بسم الله، هنا رسمة جيدة تحصلونها في أي كتاب موجود معاكم، توضح لنا المصطلحات اللي احنا نتكلم عنها. الواي اكسس هو البريشر وهذا الديتم. اوكي، فهنا الضغط هنا فاكيوم يعني صفر باسكال. اوكي، فلنفرض ان هذا هو البريشر حقك معايا، فالمسافة هذه كلها نسميها الابسوليوت بريشر. اوكي، والمسافة هذه من هنا لحد هنا زي ما هو مبينها لك هي الاتموسفيريك بريشر. الأجهزة اللي وريتك إياها زي هذه، أوكي، اللي تقيس بها الضغط داخل الكفر السيارة أو دولاب السيارة، ما تقيس لك الضغط هذا كله أبوه، لا، تقيس لك الفرق ما بين الضغط داخل عجلة السيارة، كفر السيارة، والاتموسفيريك بريشر، يعني تعطيك إيش المقدار هذا فقط، الفرق ما بين الاثنين. وهنا هذا يسمى الجيج بريشر، يسمى الجيج بريشر، ويعطونه الاسم اوردينري جيج بريشر، اوردينري جيج بريشر، او الآلة تسمى اوردينري بريشر جيج، اللي يقيس الضغط، فرق الضغط الموجب. احيانا تكون عندك تطبيقات صناعيه يكون البريشر داخل الكونتينر اقل من الضغط الجوي، فمثل هذه الاجهزه ما تصلح،
تأخذ أجهزة أخرى تسمى Ordinary Vacuum Gauge. Ordinary Vacuum Gauge اللي هو يقيس ضغوط أقل من إيش؟ من الضغط الجوي. تمام؟ يقيس لك ضغط أقل من الضغط الجوي. هذا هو الـ Pressure, الـ Absolute Pressure اللي هو أقل من الضغط الجوي. بيجي الآن نسأل كيف ممكن نقيس الضغط الجوي نفسه. نقيسه بجهاز اسمه إيش؟ الباروميتر. والباروميتر يا شباب فكرته جدا سهلة، ممكن تعرضتوا لها في الثانوية، إنك تأخذ لك كونتينر وتعبيه بالميركوري اللي هو الزئبق، شايف كيف؟ وبعدين تجيب بتيوب مليانة زئبق. أهو خلنا نحط هذه هي التيوب مثلا، أوكي. وبعدين تقلبها، لما تقلبها يصير الوضع كذا، أوكي. وينزل الزئبق حاجة بسيطة ويصير عندك هنا فراغ فاكيوم، أوكي. طيب إيش الفائدة؟ كيف أقيس الضغط الجوي؟ نقيسه كالتالي. الآن شغل ما يسمى بالستاتيكس، الارتفاع هذا معروف عندك، أوكي، وحتقيسه حيكون وراء الباروميت، وراء الماسورة هذه، عفوا وراء التيوب هذه، وراها متر للقياس. طيب ولو سألتك الآن ما هو الضغط الذي يؤثر هنا، الذي يضغط على الزئبق هنا؟ هذا هو إيش؟ الأتموسفيريك بريشر. ممتاز جدا. طيب الآن يا حبيبي أباك تروح هنا عند المقطع ده، الضغط اللي هنا، الضغط اللي هنا ترى ينتقل ويصبح إيش؟ دفع إلى الأعلى. يعني أهو لو سألنا الإخوان هنا الخط هذا، الخط أهو، إيش أخبارك؟ بيقول طيب الحمد لله، كيف الوضع؟ إيش تحس فيه؟ قال والله حالتي حالة يا دكتور. إيش بك؟ قال أنا عندي بريشر من أسفل يرفعني فوق، وعندي بريشر من فوق يضغط علي. طيب إيش هو البريشر اللي من أسفل؟ كيف نقيسه؟ بما أن الخط هذا هو عند نفس المستوى الرأسي للخط هذا، البريشر هنا هو نفس البريشر هنا من أسفل اللي هو بي أتموسفير. حلو. طيب وش من فوق؟ قال والله أنا مضغوط. بإيش؟ فيه فورس فوق تأثر على الأريا اللي هي المقطع دي. طيب الفورس هذه اللي فوق إيش هي؟ وزن السائل. وزن السائل إيش يساوي؟ الماس حقت السائل في جي على الأريا. طيب الماس حقت السائل اللي فوق هنا إيش هي؟ والله الفوليوم في الدنسيتي. طيب الفوليوم إيش هو؟ والله الأريا في الهايت. حلو كثير. إذا أقدر أحط رو A H G، وعندي هنا A، A تروح مع ال A، ويبقى عندي رو جي H. هذا هو الفورس اللي تضغط على الأخ المولكيول اللي موجود هنا. إذا أستطيع أقول إنه من فوق أسوي summation of all forces in the y direction حيساوي zero، أوكي. وأقول الفورس اللي من فوق هي إيش؟ هي رو جي H، والفورس اللي من أسفل هي الأتموسفيريك. طبعا احنا شلنا احنا summation for نقول all pressures in the y direction بما ان الاريا is the same. انت بهالطريقة قست البريشر حقك الأتموسفيريك، تأخذ الاتش اللي انت قريتها في المعمل وتضربها في كثافة الهواء وفي 9.81، وكثافة الهواء لازم تجيبها صح باستخدام الايديال جاز لو اللي هو، اللهم صل وسلم، عفوا 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 يا شباب، غلط 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 غلط، هذه كثافة عفوا الزئبق، الزئبق اهو. ولو انا هنا المفروض اخذ لي معصف الاذن، اوكي اوكي معلش. طيب كذا شرحنا لكم ايش هو الباروميتر وكيف انه يقيس لنا الاتموسفيريك بريشر، وبالتالي كيف اميز ان البريشر اللي معطى لي جيج ولا ابسوليوت. والله الاصل اذا قال لك باسكال مثلا، كيلو باسكال،
ما قال لك مثلا 100 كيلو باسكال، ما قال لك 100 كيلو باسكال جيج، فالاصل انه ايش؟ ابسوليوت عندنا في الثيرمو، اوكي؟ لكن لو قال لك 100 كيلو باسكال جيج لازم تضيف عليه اللي قلنا لك اللي هو 101325 باسكال عشان يصبح ايش؟ ابسوليوت. اتمنى ان الصورة هذه ايضا وضحت لكم.